دخل الهدف اللي تم الغائه بسبب حاله الهاند بول او لمسه اليد، الامور تغيرت تماما. المنظومه اسلام ككل في اليوم ده تحس انها يعني انضباط غير عادي. يعني مثلا لو اتكلمنا على الجماهير، جماهير جت وعملت الدور بتاعها، دخلت بانتظام وقعدت من بدايه دخولها تشجيع لعيبه النادي الاهلي عشان الدوافع وتبدا تحمس اللعيبه. مستر كولر في الخريطه بالنسبه لاستراتيجيه المباراه وتجهيز لهذه الاستراتيجيه كان عنده هدوء وثقه بشكل كبير، اختار التشكيل المناسب لهذه المباراه. احنا قعدنا فترات كده كنا بنتكلم نقول يا مستر كولر عايزين بس نوع من التركيز، عايزين نوع من الثبات، بلاش الحاجات اللي فيها التدوير، الحاجات اللي فيها التغيير، محتاجين تثبيت التشكيل على اساس ان التشكيل ده احنا عارفينه بيقدر من خلال التثبيت يقدر يقدمنا الدور اللي هو بيطلب منهم من الناحيه البدنيه، من الناحيه الفنيه، من الناحيه التكتيكيه. فمستر كولر في المباراه دي بصراحه من افضل المباريات انا شايفها في المجموعه اللي كان فيها تركيز واضح يا اسلام بالنسبه للاداره الفنيه واختياره للعناصر اللي تبدا الشوط الاولاني او التشكيله اللي تبدا الشوط الاولاني. كانت تشكيله احنا طمنتنا لما اتبعت التشكيل وبدانا نعرف التشكيل قبل المباراه بثلاث ساعات، بدانا يجي لنا نوع من الثقه ان النهارده اولادنا ان شاء الله هيكون عند حسن ظننا وحسن ظن جماهيرهم العظيمه في كل مكان. فاختياره للتشكيل من بدايه حراسه المرمى وخط الظهر ونص الملعب والمهاجمين كان اختيار جيد جدا لمستر كولر، وده اللي احنا شفناه اسلام من خلال اداء اللاعبين في الشوط الاول والشوط الثاني. يعني نعم. احنا من الناحيه الفنيه اول مره نحس باطراف الملعب وانطلاقاتها من الناحيه الهجوميه والربط اللي كان موجود بالجنب اليمين اللي كان فيه هاني مع السليه مع تاو، والجنب الشمال اللي كان فيه معلول وعبد القادر وكوكا. اطراف المجموعتين دول يا اسلام عملوا لنا مساحه وعملوا لنا اختراقات فعلا طمنتنا من بدايه المباراه ان النادي الاهلي النهارده هنكسب وهنكسب بسكور. طبعا يمكن ظروف المباراه يمكن الحاجه بس اللي عايز اشيد بيها ان كان اكرم اللي انا بعتبره رجل المباراه في التنظيم الدفاعي في كوره كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، وهو تامينه للعرضه الاولانيه، وده بيرجع طبعا لتعليمات مصطفى من خلال التنظيم الدفاعي ورامي، وقدر ان هو يعمل لنا كفرنج بشكل كبير جدا وينقذ لنا هدف كان ممكن ياثر في شكل واداء لعيبه النادي الاهلي ونتيجه المباراه. صحيح. فدي من ضمن الحاجات الدفاعيه اللي تحسب لاكرم، وبعد كده التنظيم في وسط الملعب بالنسبه للتغطيه والانطلاقات الهجوميه. الهدف الثالث الجميل اللي احرزه اكرم نتاج مجهود كبير جدا جدا عشان فعلا يستحق رجل المباراه. كابتن حشيش، انا هتكلم على النواحي الايجابيه من حيث تصليح الاخطاء. يعني احنا اتكلمنا الفتره اللي فاتت على اخطاء، كان في اخطاء بالنسبه للمدافعين يا كابتن ماهر في الكور الثابته وكور عرضية، وكان ما كانش برضو كان في يعني عدم انسجام شوية بين المساكين. الحقيقة الماتش ده مع فرقة زي مازيمبيا أنا كنت متخيل إنها تيجي تقفل ورا وتلعب بقى على الهجمات المرتدة، إنما لا، كانوا بيهاجموا وكان عندهم جرأة كبيرة جدا من أول مباراة، بيهاجموا بيروحوا ومصرين على إحراز هدف، لأن هم حسوا إن طبعا إحراز هدف ده هيقلب الدنيا خالص أو هيغير سيناريو المباراة. فكان في تماسك في خط الدفاع كويس قوي. كذلك برضو النواحي الهجوميه كان في استغلال للفرص، يعني نسبه التهديف بتبقى هنا 3، يعني ده برضو نسبه جيده وفي وقت قليل، خلي بالك وفي وقت قليل، فدي برضو حاجه كنا بنعاني منها قبل كده ان احنا بنوصل بس ما بنهدفش. ثالث حاجه برضو المس باس في نص الملعب كان موجود في وقت من الاوقات وحذرنا منه كتير، ان هو بيحصل مس باس كتير في نص الملعب والكره بتتقطع وبتترد، خطر. في حاجه كمان كويسه يعني عملها كولر وهي اتفاجئت بيها في نص الملعب ما بين اكرم وكوكا والسولية، برغم ان السولية ممكن يلعب اللي هي الحته بتاعه 6 دي، انما هو راح مدي الـ8 دي لاكرم والسولية في حته التكمله، والحقيقه برضو ادوها باكمل وجه
وبالتحديد اكرم حته ان هو يبقى عامل ناحيه دفاعيه كويس قوي يا كابتن ماهر وهو 8 ويكمل لغايه ال 18 في اكتر من كوره ويحرز هدف في الاخر، فده برده حاجة جميله جدا، حاجه يعني تحسب الحقيقه. مجمل الماتش ماتش كويس جدا مع فرقه كانت صعبه وكانت عايزه تكسب وعايزه توصل لنهايه وعندها دوافع كبيره، بيوصلنا بقى لمرحله اخيره بقى اللي هي المرحله بتاعه النهائي. النهائي دي بقى طبعا يعني مباراه الوضع مختلف ولسه بدري وايام طويله جدا لغايه ما نوصل النهائي. اعتقد قبل بس ما اقفل قصه افريقيا، الوصول الى النهائي الخامس على التوالي له مدلول يا كابتن ماهر. بص يعني كابتن، في ست سنوات الاخيره انت وصلت 5 مرات نهائي افريقيا. امبارح كابتن اسلام كنت بدور كده على قنوات، لقيت القناه الاولى تونسيه. اوكي، شوف الناس اللي موجودين في الاستوديو التحليلي بيتكلموا عن النادي الاهلي ازاي، يعني بصراحه الناس محترمه. قال لك احنا بنقابل نادي له تاريخ طبعا، نادي عنده نظم وعنده مبادئ وعنده قيم، نادي فعلا من اكبر الانديه الافريقيه اللي موجوده على الساحه. يعني بشهاده الناس اللي احنا هنلاعبهم ده بياكد لك ان فعلا النادي الاهلي في حته تاني يعني. وبعدين بنبارك لفرقتين يعني الترجي والتونسي كاس العالم، والاهلي رايحين كاس العالم الفرقتين، فبنبارك للفرقتين ان شاء الله. ووصلنا للمرحله الخامسه اسلام. ده نتاج يمكن حشيش قال نتاج تعب جدا بصراحه من كل المنظومه، من مجلس اداره واللعيبه والجماهير والمشقه اللي هم بيعانوا منها اسلام بصراحه يعني. ف يعني كان النهارده في تصريح لمدير النادي اتكلم على ان فعلا الجيل ده من افضل الاجيال اللي جت هتبقى في تاريخ النادي الاهلي من ناحيه الارقام حقيقي بصراحه يعني. فأنا شايف ان الحمد لله رب العالمين وصلنا للنهائي نتيجه تعب كبير جدا، ويمكن الموسم ده افضل من المواسم اللي فاتت بالنسبه لنا في اداء الفريق. يعني المواسم اللي فاتت كنا بنوصل حشيش وكان في صعوبه في الوصول للادوار النهائيه، لكن المره دي واضح قوي الحمد لله رب العالمين ان احنا وصلنا بشكل جيد. وكمان بردك عايز كابتن اسلام يا كابتن حشيش اشيد بردك باللاعبين المؤثرين في المباراه النهارده. علي معلول كان مؤثر بشكل كبير جدا، اسيست اللي عمله في الجوليل، محمد عبد المنعم بردك والمستوى الجميل اللي بيأديه، كرات الثابته اللي احنا اتكلمنا عليها معاك قبل كده قدر كانت تبقى ايجابيه بالنسبه لنا. كمان الجول بتاع وسام صعب جدا يا اسلام، وانت راجل يعني عملت الكورسات دي قبل كده يمكن اكتر من 30 40 مره في كل مباراه، كانت صعبه جدا على وسام، لكن متابعه وسام ومهارته قدر يسجل هدف من الاهداف الجميله اللي لا تنسى يعني. صحيح. الرد على سؤالك يا اسلام ان ده يعني